معالي الوزيرة، عايز حضرتك تكلميني بتلقائية شديدة جدا. شفتي ازاي هذه الأيام سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون؟ مبادرة السيد الرئيس ملتقى الشباب العربي الأفريقي هي يعني مبادرة نادرة وخلاقة في الحقيقة. وفي خلال اليومين اللي فاتوا يعني احنا كنا متابعين الأنشطة الموجودة، متابعين هذا الكم الهائل من التنوع، هذا الكم الكبير من الشباب من الدول العربية ومن الدول الأفريقية. حقيقة حصل نوع من أنواع التمازج والتواصل، وحصل نوع من تبادل الثقافات والأفكار. حتى الجلسات اللي كانت موجودة أيضا جلسات قيمة جدا ومفيدة. فأنا أعتقد أنه هذا الملتقى سيكون له ما بعده يعني في مقبل الأيام، وقد يتطور هذا الأمر أكيد لمصلحة أفريقيا بالتأكيد. أكيد لمصلحة أفريقيا. إزاي يا سيادة الوزيرة؟ يعني كلمينا أكتر عن ملتقى زي ده، إيه اللي ممكن يقدمه للدول الإفريقية ولشباب وللمواطنين بشكل عام في الدول الإفريقية؟ هو أهم حاجة في الملتقى ده إنه بيفتح باب الحوار، ونحن في أشد الحوجة لأن يكون هنالك حوار بين الشباب العربي والأفريقي. كلنا عارفين إنه 60% من تعداد السكان شباب في العالم العربي والأفريقي هم شباب، وبالتالي نحن نحتاج أن نؤهل أجيال قادمة تعي أهمية الحوار كمنهج. وهذه المبادرة أيضا تفتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات بين الشباب العربي والأفريقي، وبالتالي هذا سيعود في المستقبل على القارة الأفريقية وعلى العالم العربي، وكيفية تغيير الصورة الذهنية في شكل العلاقة بين العالم العربي والأفريقي. واحد أيضا من أهم تجليات هذا الملتقى أن يكون هنالك حوار وتغيير للصورة الذهنية الموجودة، وفتح آفاق اقتصادية ما بين العالم العربي والأفريقي.